عندي اضطراب الاول. ما حد ساعدكم ابدا؟ ما حد ساعدنا لا والله. كرتون كياس واحذيه هذول هم. اذا جانا فعل خير يعطينا، واذا ما جانا ما بيعطينا. حل الشتاء بثقله وبرده القارس، ولكن لم تحل حتى الآن مشكلة المهجرين في الخيام بالنسبة لموضوع التدفئة الذي يعاني منه معظم سكان المخيمات حتى الآن في شح وقلة دعمهم بمواد التدفئة. معظم هؤلاء النازحين المهجرين يلجؤون إلى حوايا القمامة للم النايلون أو الكرتون أو ما شابه ذلك حتى يستطيعوا تدفئة أنفسهم وأطفالهم في الشتاء. يروحون الأولاد بيلمون مكواس نايلون من الحوايا وبنحط بسطوبة. والله ما عندي غير هيك تدفئة. ما عندي لا والله، حط صابها تحت فوت على الخيمة شوف عندي صابة والله. ما عندي مد. هذول هن هالحصيرات وهال هذا يقولوا عازل مي مدري شو اسمه، عازل شادر وحصر لحد الآن. عازل شادر والله يابا ما عندي. بالليل بتنامي هون؟ بالليل أنا يا أرملة والله ما عندي غير هالولد يروح بلبني ويلم لي نايلونات وجبن حط دفع عندهم. شايفة حط صابة ما عندي. من عملوا ما حد وزعنا والله لول كسرت هيك خشبة ما حد وزعنا. شايف قاعد مستاي من ورق هالزيتون بهالصابة والدخان علينا وحلوقنا والله أني حلق والله على طول بيوجعني من هالشي. شد نساوي على الله. بيروحوا الأولاد بيلموا من الحوايا وبيجيبوا بنحرق بالصابة. طيب خليني أشوف بس أشو التدفئة اللي عندك. كرتون كياس واحذية هذول هم. يعني هذا هو على الدفع عليه. وضعنا كتير سيء بالنسبة للتدفئة. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع نلتقي بمدير المخيم أبو أيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم المخيم حتى الآن شح مثل ما ذكرت أنه في موضوع التدفئة. ليش؟ والله لحد الآن يعني ما أجانا لا داعم ولا أجانا حدا أنه تبنى بالمخيم في تدفئة نهائيا. يعني لحد الآن اليوم 20 شهر لحد الآن ما أجانا ولا تدفئة ولا شيء للمخيم خالص نهائيا. عاد ليش ما بعرف، الوضع عند المنظمات وعند فاعلين الخير وعند هالشغلات. إيش قد عدد سكان المخيم؟ عدد سكان المخيم تقريبا شيء 370 عائلة. هو المخيم حي الجامعة موجود بالمخيم كله 370 عائلة؟ كله موجود مخيم حي الجامعة 370 عائلة. طيب كيف السكان هون المخيم عم بيزبطوا موضوع التدفئة عندهم؟ موضوع التدفئة أكثر الناس عم تلم نايلون من الحوايا، بيبعتوا أولاد صغار بيلموا هيك وبيمشوا حالهم، وفي ناس ما حاطة صوابي خالص. يعني شفنا الوضع هلاك كله بالمخيم وعلى الله. 370 عائلة من سكان مخيم حي الجامعة في مدينة إدلب بانتظار مواد التدفئة أو حتى أي شيء ممكن يساهم في تدفئتهم وتدفئة أولادهم في هذا المخيم اللي لحد الآن ما حسنوا يأمنوا مواد تدفئة أو أي مواد تاني تعيلهم في حياتهم اليومية. معاذ العباس من مخيم حي الجامعة في مدينة إدلب لشبكة بلدي.